لكل من يزور مدينة حما، هناك شيئان لابد وأن يفعلهما: أولاً تأمل وعير، وثانياً تذوق الجبن فيها. فمحافظة حما من أشهر المحافظات السورية في إنتاج وتصنيع مختلف أصناف الأجبان والألبان لتوفر قطعان الثروة الحيوانية، إضافة إلى خبرة وعراقة حرفيها العاملين في هذا القطاع الإنتاجي، والذين توارثوا هذه المهنة أبا عن جد. طبعا الأجبان والألبان قديمة هي صناعتها، مو بس عنا يعني، بس نحن هالصنفين هدول دخلهم والدي على سوريا بالعام 1919، وانشهرت فيها سوريا ومشيت البضاعة وكانت جيدة جدا. حما أول شيء بتشتهر بالجبنة بطعمتها ونكتها من المراعي، وين بترعى الحيوان أو الغنمة أو البقرة، المراعي تبعيتها والأكل اللي بتاكله بتطلع طعمة الحليب له نكهات خاصة. يعني في مناطق نحن مندور عليها أدوار يكون حليبها نستخدمها لأنه حليبها أطيب. الجبن الحموي له مذاقه الخاص في هذه المدينة، فربما تتعدد الأصناف لكن المذاق واحد، فمن العكاوي إلى الأقراص والحلوم والشلل، حكاية تراث ترويها أيادي حرفيها. لأن احنا بيجينا حليب بلموه بالسيارات من القرى والأماكن المتواجد فيها حليب يعني، وبتجي على المصنع تدخل. طبعا في لها طريقة، في بعضها بد لازم يكون تعقم حليبها مباشرة، وفي شيء نوع ثاني بتعقم بعد الغلي، هي الجبنة الشلل والحلوم جبنتها بتتعقم بعدين لأنه عم تنغلى على النار بعدين، بينما في أنواع ثانية لازم الحليب يتبستر، بيدخل على أجهزة بستر الحليب لدرجة 70، بينزل لدرجة 0، بعدين بيرجعوا للحرارة 35. على الرغم من محافظة الطرق التقليدية على تصنيع الجبن، إلا أن الطرق الحديثة أثبتت فعاليتها أيضا في عملية الحفظ، فالمذاق السوري الخاص وصل إلى بلدان عديدة عبر تصدير كميات كبيرة، فمدينة النواعير استطاعت أن تحتفظ بخصوصية منتجاتها.